يعني قضية الطاقة اليوم صارت زي قضية المياه بالأردن، لأنه ربنا عز وجل ما أكرمناش بمصادر طاقة. مصادر طاقة أحفورية، مع أنه أكرمنا مصادر طاقة بديلة، وهذا حاليا يعني موضوع آخر ما بديش أنا ألمسه. نعم. مثلا قانون الطاقة المتجددة اللي أقرته الحكومة مؤخرا والبديلة بتعمل بهذا الموضوع. فالربط ربط كبير جدا. إحنا كل ما كنا كفؤين أكثر باستخدام المياه، يعني بصورة آلية إحنا بنكون كفؤين باستخدام مصادر الطاقة في الأردن. دكتور عامر، الآن يعني الاتجاه حتى في موضوع البحث العلمي في الجامعات، وأنت يعني أيضا أستاذ في الجامعة الأردنية، يعني حتى أولويات البحث العلمي في كل الجامعات الأردنية عم تتجه لموضوع المياه والطاقة والبيئة وهذه المواضيع اللي تعتبر أولوية. يعني كل فكرة مبدعة في هذا المجال هي أكيد بتضيف للمشهد العام. وكنا أنا وياك علقنا قبل اللقاء على استحداث معيار جديد في جائزة جلالة الملك عبد الله الثاني لتميز تميز المؤسسات، هو معيار البيئة ومعيار الطاقة والمياه. تعلق لنا على هالموضوع لو سمحت. يعني كمان احنا محظوظين جدا بهاي المكرمة، ومحظوظين انه البعد هذا بدا ياخذ بالواقع في كل الاتجاهات، ويعني اضافته للجائزه هذا راح يشجع كثير مؤسسات كثيره اللي راح تتنافس على هذه الجائزه انها تاخذ هذه القضيتين بالواقع، المياه والطاقه، لارتباطهم زي ما حكيت انا مع بعضهم البعض. برد ارجع لحكايه المؤسسات العلميه، المؤسسات العلميه زي ما تفضلتي حضرتك حاليا ابحاث كثيره باتجاه المياه والطاقه، العالم كله بالواقع باتجاه الطاقه وحتى باتجاه المياه. يعني المشاكل اللي صارت بالطاقة مؤخرا، ارتفاع أسعار البترول، التحديات الكبيرة، التوقعات ممكن ترتفع مرة ثانية أسعار الطاقة، كل هذا يعني بركز على أنه المؤسسات، الأفراد، كل المستويات. يعني برد أرجع بحكي من بداية حديثي أنه إحنا السلوكيات مرة ثانية بدنا تعديل في السلوكيات، تغيير في السلوكيات، هذا ندخل مفهوم الترشيد، مفهوم الاستخدام الأمثل، مفهوم إنه إحنا في عنا مشكلة حقيقية بنواجهها سواء في المياه وسواء في الطاقة. صحيح، مفهوم اللطف واتقاء الله فيما نفعل. بتأكيد. كمان يعني هذا مهم جدا. بتأكيد. ورح نخصص حلقات أخرى يا دكتور عامر، يعني لو سمحت توعدنا تكون معنا حتى نحكي في مواضيع الطاقة والبيئة بما يتعلق بسلوك المواطن، بسلوكنا إحنا في بيوتنا، في شوارعنا. بتأكيد. في مدارسنا، في جامعاتنا. هاي قطاعات كبيرة. بتأكيد. مش دائما نرمي هالحمل على الحكومة. أبداً. يعني أبداً. أي نعم الحكومة مسؤولة عن هذه الجانب، ولكن إحنا إلنا مسؤولين كبير. إحنا كمواطنين، يعني أنا بخاطب كل الأردنيين من صباح هذا اليوم وبحكي لهم انه بحاجه ان نوقف ونفكر اكثر، وزي ما بديت حديثي نتق الله بالاجيال القادمه إن شاء الله. لانه احنا امام تحديات كبيره جدا. ان شاء الله يا دكتور. شكرا لك. دكتور عامر الجبارين، كل عام وانت بخير. مناسبه يوم الكرامه، الله يعطيك الف عافيه. الله يخليك يا رب، طول عمرك. تسلمي.